السلام عليكم يا سادس، كيف حالكم؟ إن شاء الله اليوم يا أحبتي سنحل التدريبات الموجودة صفحة 76. هيا بنا. السؤال الأول معك يا بشار، وسلامتك يا مس، الحمد لله على السلامة، ربي يطهرك من أي مرض أي تعب إن شاء الله. السؤال الأول، عين الفعل اللازم في الجمل الآتية. عشان نحكي الفعل اللازم لا يحتاج لمفعول به، وإنما يكتفي بفاعله، وإنما يكتفي بفاعله في الجملة. الحمد لله للي حكى يرحمكم الله يهديكم ويصلح بالكم. طيب، السؤال الأول، بدنا نعين الفعل اللازم في الجملة. ألف، ينضج العنب في فصل الصيف. ينضج هو فعل، مين اللي بنضج؟ العنب، إذا فاعل. خلصت الجملة، في حرف جر، اسم مجرور مضاف إليه. هل احتاجت مفعول به؟ لا. إذا هاي من الجمل اللي فيها فعل، تمام. هاي ألف. باء، يسلم الراكب على الماشي. يسلم فعل، مين اللي بيسلم على الماشي؟ الراكب، إذا فاعل. حرف جر، اسم مجرور، احتاج مفعول به يا سادس؟ لا. إذا هاي برضه الفعل اللي فيه فعل لازم. جيم، أنهى الموظف عمله بدقة وإخلاص. أنهى فعل، مين اللي أنهى العمل؟ الموظف، فاعل. شو أنهى؟ عمله، إذا مفعول به، بدقة وإخلاص. حرف جر، اسم مجرور، حرف عطف، اسم معطوف. هل احتاج هون مفعول به؟ يعني لو حكيت أنهى الموظف سكتت، شو أنهى؟ أنهى عمله، إذا بده مفعول به اللي هو هذا، معناته هاي لا. إذا هاي صح، هاي صح، تمام. إذا هذا فعل لازم، لازم متعدي. دال، استلم المتسابق الجائزة. استلم فعل، مين اللي استلم الجائزة؟ المتسابق، فهو فاعل. شو استلم؟ جائزة، فهو مفعول به. هل هنا مفعول به؟ نعم. إذا هو متعدي، صح يا بشار، وليس فعل لازم. والآن مع حلا، السؤال الثاني، حدد الفعل المتعدي في الجمل الآتية. هلأ هون عكس السؤال، هون رح يكون يا حلوين يا أمامير إنه لا يكتفي بفاعله، ويحتاج لمفعول به، ربما واحد ربما أكثر، ولكن نحن سنكتفي بمفعول به واحد. السؤال الثاني، بده فعل متعدي، يعني هو ما اكتفى بالفاعل، بده يتعدى لمفعول به. ألف، ينظم الشرطي السير. ينظم فعل، مين اللي بنظم السير؟ الشرطي، فهو فاعل. شو بنظم السير؟ فهو مفعول به. هل احتاج هون مفعول به؟ يعني لو حكيت ينظم وسكتت، هل هون انتهت الجملة؟ لا. إذا بدها هي المفعول به، فالفعل المتعدي هياته، وهي صح ومتعدي. نأتي الآن إلى باء، فرح المنتخب بالفوز. فرحة، فعل، مين اللي فرح بالفوز؟ المنتخب، فاعل، وهي حرف جر، اسم مجرور. هل اكتفى بالفاعل؟ اكتفى وما تعدى لمفعول به، صح يا حلا؟ صح. إذا هاي لازم، تمام. نأتي الآن إلى جيم. هيا يا عوني، جمع الفلاح المحصول. جمع فعل، الفلاح فاعل. شو جمع الفلاح يا عوني؟ المحصول، إذا مفعول به، تمام. إذا مفعول به. هلأ الجملة اكتفت بفاعل، يعني لو حكيت لك جمع الفلاح وسكتت، شو جمع؟ المحصول، إذا هي متعدي، تمام، متعدي. الآن نأتي إلى دال، يحمي جنود الوطن. معك يا عبود، يحمي، أحسنت، فعل، مين اللي بيحمي الوطن؟ الجنود، فاعل.
شو بيحمل جنود الوطن مفعول به؟ هل احتاجت هنا الى مفعول به؟ يعني لو حكيت لك يحمل جنود سكتت، ايش بيحمو؟ الارض، الوطن، الناس، ايش بيحمو؟ اذا هي ستحتاج الى مفعول به، فبالتالي هي متعدي. والان ناتي الى ها مع جنى. تفوق المجتهد في الامتحان. تفوق يا جنى فعل، مين اللي تفوق في الامتحان؟ مجتهد فاعل، حرف جر اسم مجرور. اذا هل هذا الفعل اكتفى بفاعل؟ احسنت، اكتفى بفاعل، فبالتالي هو فعل لازم. اسف غلط، لازم، انا المفروض اني ما حطيت هاي، احنا نحط على الفعل اللي فيه متعدي. اوكي، واو، تدير المرأة المشروع بمهارة. تدير، هيا يا يوسف، فعل، احسنت. مين اللي بتدير المشروع؟ المرأة، اذا هي فاعل. هل اكتفى بها؟ يعني لو قلت تدير المرأة، شو بتدير؟ البيت، الصف، المشروع، ايش بتدير؟ اذا المشروع، اذا تديره فعل. مين اللي بتدير؟ المرأة، فهي فاعل. هل اكتفينا فيه؟ لا، ما اكتفينا بالفاعل، رح يتعدى لمفعول به، فالمشروع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، اذا مفعول به، وهي حرف جر واسم مجرور. هل هذا فعل متعدي؟ احسنتم، اذا فعل متعدا، اذا متعدي. السؤال الثالث معك يا بشار الحناتي. استخرج الفعل والفاعل والمفعول به إن وجد من الأمثلة الآتية. بعد الاستخراج أنا رح أطلب منكم نحدد فعل لازم ولا فعل متعدي. ألف، رحب الرجل بالضيف. رحب، أحسنت يا بشار، فعل. مين اللي رحب بالضيف؟ الرجل، فهو فاعل، حرف جر اسم مجرور. هل فعل لازم ولا متعدي بعد اكتفائه بالفاعل؟ أحسنت، لازم، تمام. الآن معك يا أحمد العسلي. قاد السائق السيارة بحذر. قاد فعل، مين اللي قاد السيارة؟ السائق، فهو فاعل. شو قاد السيارة؟ إذا مفعول به، حرف جر اسم مجرور. هل هذا الفعل لازم، يعني اكتفى بالفاعل فقط، ولا لا كمان تعدى عن مفعول به؟ تعدى، معناته متعدي. احسنت. أحمد المرعي. يحترم المواطنون العلم. يحترم فعل، مين اللي بيحترم العلم؟ المواطنون، فهو فاعل. هل اكتفينا فيها وخلاص وقفنا؟ لا، يحترم المواطنون العلم، اذا العلم مفعول به. هل الفعل لازم، يعني اكتفى بالفاعل، ولا لا تعدى مفعول به؟ تعدى، معناته هو متعدي. تمام. والان معك يا زيد. نام الطفل في حضن أمه. نام فعل، مين اللي نام في حضن أمه؟ الطفل، فاعل، حرف جر اسم مجرور مضاف إليه. هل اكتفينا بالفاعل فقط ولا لا تعدينا لمفعول به؟ في مفعول به هون؟ ما في، معناته هذا فعل لازم. تمام، نيجي للسؤال الخامس، بعدين ننتقل للرابع، شو رأيكم؟ السؤال الخامس، اضبط ما تحته خط ضبطا سليما. شو يعني اضبط؟ يعني اخر حركة للفعل، يعني اخر حركة للحرف في الفعل. تمام، يعني اخر حرف في الفعل شو حركته بناء على ما بنعرف. الف، رجع الجيش منتصرا. رجع فعل، مين اللي رجع منتصر؟ الجيش، فهي فاعل، فبالتالي رح تكون حركته الضم، نضم على الشين، على حرف الشين، ضم. تمام، والفعل لازم على فكرة، مش متعدي. ليه؟ لاني انا ما بقدر احكي شو رجع الجيش. هلا درس محمد الدرس، شو درس؟ الدرس، بس ما بقدر احكي شو رجع الجيش، هاي مش ضابطة. هلا هاي تمييز عشان يميز انه الجيش رجع منتصر، مش مهزوم، مش خاسر. تمام، طيب ناتي الان الى با معك يا حلا. انهى المكفوف العمل بمهارة. انهى
فعل. مين اللي أنهى العمل بمهارة؟ المكفوف اللي هو ما بيشوف، الأعمى، فهو فاعل. طب وحركة الفاعل يا حلا، أحسنت، ضمة. إذن على الفاء، على الفاء ضمة، تمام. نأتي الآن لجاد. شو أنهى المكفوف يا جاد؟ العمل. إذا مفعول به، وبنعرف إنه المفعول به ماله منصوب بالفتحة، صح يا زايد؟ إذا على اللام بالعمل، إيش؟ على هاي اللام فتحة. والآن نأتي إلى جيم. يسير المشاة على الرصيف معك يا جاد مرة أخرى، لأنه أنا نسيتك بالبداية. يسير فعل. مين اللي بيسير على الرصيف؟ المشاة فاعل، وهون حرف جر اسم مجرور. طبعا الفاعل بيكون ماله مرفوع بالضمة، فعلى التاء المربوطة، على التاء المربوطة ضمة. نرجع لباء وجيم. هلا جيم بما انه ما في مفعول به، يعني ما تعدينا عن مفعول به، فهاي لازم. وباء بما انه في مفعول به معناته متعدي. اذا الفكره انه في مفعول به ولا ما في. احيانا انتبهوا، زي منتصرا بتكون هاي تمييز، احيانا بكون في كلمه دائما، احيانا يعني بكون في عنا ظروف، فهي ما إلها دخل بالمفعول به. المفعول به بسأل عنه بشو، الجواب اللي بيطلع معي بشو بيطلع مفعول به. فإذا في مفعول به معناته هذا متعدي، إذا ما في معناته هذا لازم. شو يعني لازم؟ يعني اكتفى بالفاعل فقط. تمام؟ تمام يا حلوين. الآن رح نيجي لقاعدة أخذناها بالصف الخامس، وأنا أعطيتها للصف الخامس قبل، يعني الأسبوع الماضي أعطيتهم إياها. تمام؟ اللي هي الألف اللينة في أواخر الأفعال الثلاثية. يعني لو بحكي مضى، مضى حتكون بالألف لتحت ولا الألف لفوق؟ حسب. نرجع إلى الفعل المضارع، نرجع إلى الفعل المضارع. مضى مضارعه يمضي، فإذا كان الألف في يعني الفعل الماضي اللي فيه ألف، أنا مش عارفة أصله هيك ولا هيك، بروح لمضارعه. اذا الفعل المضارع المنتهي بياء حيكون اصل الفعل الماضي، الالف اللي فيه حتكون على شكل ياء غير منقوطه. فمضى، مضى، مش عارف انها هي هيك ولا هيك، بروح لمين؟ لمضارعها. مضارعها يمضي، فلمضارعه في ياء ماضي، الألف اللي في ماضي رح تكون على شكل ألف ياء، على شكل ياء غير منقوطة. تمام؟ نرجع للقاعدة. إذا نرجع إلى الفعل المضارع، فإذا كان مضارع الفعل بنتهي بواو، معناته الألف اللي أنا حيرام فيها في الفعل الماضي حتكون قائمة، يعني بهذا الشكل. تمام؟ رح تكون قائمة. تمام. نيجي الآن لرجاء. رجاء أنا مو عارف هي هيك ولا هيك، بروح لمضارعها. شو مضارعها؟ يرجو، فيها واو آ، معناته أصلها كان على شكل ألف قائمة، هي هذه. نأتي الآن إلى دعا. دعا مضارعها يدعو. تمام. أنا مش عارف هي دعا بهذا الشكل أم بهذا الشكل، أذهب إلى مضارعها اللي هي يدعو، تنتهي بواو، معناته أصلها في الفعل الماضي منتهي بألف، الألف اللي فيها راح تكون قائمة بهذا الشكل. تمام يا حلوين. أما الألف اللي أنا مش عارف حيران هي هاي أم هاي، يعني قائمة أم على شكل ياء غير منقوطة، بروح للفعل المضارع. إذا كان الفعل المضارع بنتهي بياء، فأصل الفعل الماضي المنتهي بألف على شكل ياء غير منقوطة. يعني مثلا مشى، أنا مش عارفة هاي ولا هاي، بروح لمضارعها اللي هي يمشي، فيها ياء، معناته الألف اللي في الماضي على شكل ياء غير منقوطة. نفس الإشي شرى،
مش عارفة هي هاي ولا هاي، بروح لمضارع هاي يش ري يش ري، فيها ياء معناته مضارعها معناته ماضيها الألف اللي فيه على شكل ياء غير منقوط. معكم تلخيص حتى لو هي مراجعة، معنى تلخيص هذه القاعدة على دفتر القواعد يا سادس الحلوين. تمام، والآن هيا بنا نحل الأسئلة. نفتح الكتاب صفحة 77 يا سادس الحلوين، صفحة 77 أكمل الأفعال، هي صفحة 77 أكمل الأفعال الآتية بما يناسبها من صورتي الألف اللينة بهذا الشكل على شكل ياء غير منقوطة وعلى شكل ألف قائمة. هذا مش عارفة هي هاي أم هاي، يلا يا عوني شو مضارع هذا؟ يهدي، بما أنه فيها ياء معناته الألف على شكل ياء غير منقوطة. أحسنت، يلا يا عبود. دنا فصل الشتاء، دنا يعني اقترب يعني قرب. تمام، دنا مضارعها يدنو ولا يدني؟ يدنو، في أفعال مضارعة بدنا نحفظها. تمام، بما أنه بتنتهي بواو معناته الألف في الفعل الماضي رح تكون على شكل ألف قائمة. أحسنت يا عبود. يلا يا زيد، جيم جنى جدي ثمار الزيتون. هلأ جنى سيبوا لي إياها شوي لأنه فيها شوي مشكلة. نيجي لدال، معك برضو يا زيد. دعا المؤمن ربه بخشوع، أنا مش عارفة هي بهذا الشكل أم بهذا الشكل. رح أروح لمضارعها اللي هي يدعو ولا يدعي؟ يدعو، احفظوها، دعا يدعو، بما أنه منتهي بواو معناته الألف اللي فيه دعا راح تكون قائمة. تمام، تمام. نأتي الآن إلى جيم يا سادس. على هاي جيم اتركوا لي إياها، جيم اللي هي عبارة عن جنى جدي ثمار الزيتون، ومنه راح نحكي عن اسم جنى. هلا جنى إلها معنيين، إلها شو معنيين؟ جنى إلها معنيين، لها معنيان، في عنا الأول في عنا الثاني. إذا كان الأول بمعنى القطف يعني بقطف، فحتكون بهذا الشكل جنى الألف بهذا الشكل، حلو. وإذا كان بمعنى الجناية والجريمة فحتكون جنى بهذا الشكل، انه هاي جنى يجنو مضارعها، فبالتالي رح نختار يجنو جدي الثمار. واذا ارتكب جريمة يجني المجرم جناية، جنى يجني. تمام، فجنى جدي ثمار الزيتون، بما انه بمعنى الثمار قطف الثمار، بمعنى قطف الثمار، فرح نروح لجنى يجنو، بما انها منتهيه بواو معناته الفها قائمه. فرح نيجي هلا لاسم جنى. اذا بتلاحظوا انا بكتب جنى هيك ليه؟ لانه نرجع للمعنيين، مين احلى انه يكون معنى جنى اللي هي اسمها جنى يكون بمعنى القطف، مثلا جنى الورده يعني يجنو الورده يعني بقطف الورده، ولا جنى جنايه يعني يرتكب جريمه؟ لا، اللي هي قطف بمعنى القطف، فعشان هيك اخترت انه الالف تكون بهذا الشكل. ومش انا هيك بحكي، اصحاب اللغة يعني بفسروا بكتبوا لهم اراء بذلك الشيء. هلأ في ناس تحب تريح راسها، يعني لا بتحب تحكي هاي ولا بتحب تحكي هاي، فبتلاقي مثلا باغلب يعني مثلا في معلمات او طلاب او مثلا اذا بترجعوا لمنهاجي للي معني ما بفضل فيه، تمام، رح يكتبوا جنى بهذا الشكل لانه رح ياخذوها من يجني، فهم ما بيعرفوا هاي الشغله. فانا حبيت احكي لكم اياها وتتعرف، يعني هاي مش اي معلومه. تمام، طيب السؤال الثاني معك يا أحمد العسلي. اختر الكتابة الصحيحة للألف اللينة مما بين القوسين، يعني يا إما حتكون بهذا الشكل أو بهذا الشكل. جاء في نشرة الأخبار الرياضية
تدرب اللاعب مع رفاقه وفي أثناء المباراة مشى. لا مشى مضارعها، يمشي ولا يمشو؟ يمشي. معناته الألف في الفعل الماضي أصلها على شكل ياء غير منقوطة. أحسنتم، معناته هاي. مشى سريعا داخل الملعب، ولما دنا يعني اقترب من حافة المرمى، دنا مضارعها يدنو ولا يدني؟ يدنو. مين اللي إذا انتهى بواو أصله ألف قائمة؟ هاي. أحسنتم. هيا يا أحمد المرعي. رمى الكرة بقوة، رمى بمعنى مضارعها يرمي ولا يرمو؟ يرمي. تمام. هلا رمى حكينا انه مضارعها يرمي مش يرمو، معناته اللي مضارعها فيها ياء معناته ماضيها رح يكون على شكل ياء غير منقوطة. أحسنتم. إيمان ما سألتك بالمرة وأنا آسفة. رمى الكرة بقوة من دون أن ينتبه إلى عارضة المرمى فارتطم بها وسقط أرضا فدعا الحكم الطبيب. هلأ بقلك يا إيمان، طبعا في سؤال نسيته صفحة 76، معلش هلأ بحكي، هلأ انتبهت له. هلأ دعا كتبها بهذا الشكل لأنه مضارعه يدعو. تمام. يلا يا إيمان السؤال الثالث. اجعل كل اسم من الأسماء الآتية فاعلا لفعل ثلاثي ينتهي بألف لي. آسف، لألف تمام، لفاعلا لفعل ثلاثي ينتهي بألف لينة في جملة تامة. يعني بدنا نجعل الماء فاعل والذئب فاعل والطفل فاعل، بس حيكون قبله فعل بينتهي بألف، سواء بهذا الشكل أو بهذا الشكل. تمام. هلا الماء، يلا يا إيمان نضع الماء في جملة مفيدة بحيث يكون هذا الفاعل. مثلا جرى الماء. لاحظوا انه اخترت انا جرى، ما بعرف ايمان شو اخترتي، بس انه اذا بتختاري فعل بدك تتأكدي انه بنتهي بألف، وبعدين بدك ترجعي لمضارعه. اذا مضارعه زي جرى يجري، اذا يجري معناته بما انه منتهي بياء معناته الالف الف مقصورة. تمام. احسنت يا ايمان. الذئب، هيا يا عبود. احسنت، عوى الذئب. هلا مضارعه يعوي وهاي يجري، عشان هيك اخترتها انه على شكل ياء غير منقوطه. احسنت. الطفل، هيا يا جنى. نما الطفل. هلا شو مضارعه؟ ينمو. بما انه منتهي بواو معناته اصله فيها الف قائم. احسنت يا سادس. تمام. السؤال الرابع. عين الأفعال المنتهية بالألف اللينة في الفقرة مبينا أصل الألف في كل منها. خرج عيسى يتنزه ويمتع نظره بمحاسن الطبيعة، يعني مستمتع. فصادف جدولا يعني نهر، جرى ماؤه. أحسنتم. جرى، إذن جرى مضارعه يجري، عشان هيك كتبت بهذا الشكل. وقد روى الزرع فنما بسرعة. هيا يا حلا، روى يروي. أحسنتي، عشان هيك إنه بهذا الشكل كتبت. فنما بسرعة مضارع ينمو، عشان هيك كتب بهذا الشكل. أحسنتم. هيا يا مرعي. ولطف الهواء كما شاهد أغناما تروح وتغدو. تغدو، إذا ماضيها كان غدا، عشان هيك كتبت بالمضارع واو، فالماضي أصلها بهذا الشكل. وهي ترعى من رعى. طيب مس منتهي برضو بال، هلأ الماضي رعى فيها ألف والمضارع فيها ألف. طب مس شو اللي عرفك إنه رعى بهذا الشكل مش رعى هيك؟ هاي غلط وهاي صح. ليه؟ بروح على اسمها. إذا الماضي في ألف والمضارع في ألف وأنا ما عرفت إنه إيش أكتب، بروح على اسمها رعى رعاية، فالاسم فيها، إذا كان فيها معناته أصله في ألف قائمة، رعى رعاية، عشان هيك كتبت على شكل ياء غير منقوطة. ثم دنا، دنا مضارع يد نو، عشان هيك كتب بهذا الشكل.
من الأشجار الكثيفة ورأى ثمارها المتنوعة أيضا مضارعها يرى. طيب هاي فيها ألف وهاي فيها ألف، بروح على اسمها، الاسمها رح يكون رؤيا، فيها ياء ولا ما فيها؟ طبعا هاي همزة، فيها ياء ولا ما فيها؟ فيها، معناتها أصلها كان الألف على شكل ياء غير منقوطة. نأتي الآن للسؤال الخامس، حول الفعل الذي تحته خط فيما يأتي إلى الزمن الماضي ثم اكتبه في دفترك. يلا يا جاد. يقضي القاضي بين الناس، يقضي معناته مضارعه ماضي قضى، فيها ألف على شكل ياء غير منقوطة. يمحو يزيد محا، لأنه فيها واو فأصله حيكون ألف على شكل ألف قائمة. تمام، يعطيكم ألف عافية. بس أنا كان هدفي إنه نضبط الحركات ونرجع السؤال الرابع عشان هيك المرونة يعني، بس نسيته. هلا السؤال الرابع بدنا نعمل هدول الأفعال في جمل مفيدة. فاضة من الأفعال اللازمة اللي ما بتاخد مفعولين، فبحكي فاضة النهر. تمام، هيا يا إيمان. تفتحت الأزهار، وبرضه من الأفعال اللي ما بتاخد مفعول به. تمام، هي لازم. ساعد من الأفعال اللي بتاخد مفعول به، ساعد الابن أباه، الابن لأنه ساعد مين؟ أمه، أباه، أخوه، معلمه، مين؟ أباه. فهي لازم، آسف، متعدي. وبالنسبة لأكل، أكل الطفل، لو حكيت أكل شو أكل؟ طعامه، فبالتالي متعدي لأنه ما التزم بالفاعل بس وما اكتفى فيه. تمام يا سادس، يعطيكم ألف عافية. مع السلامة.